جالنا الرئيس السيسي واحنا موضوعيين جدا في شهادتنا زي ما قلت حضرتك، التاريخ هو اللي هيحكم على كل كلمه بنقولها. ببص على عدد ساعات عمله مثلا، ببص على ايام عمله، ببص على عدد زياراته الخارجيه، ببص على حجم الانجاز اللي هو دايما يقول المصريين مش هو عمله مثلا في الكهرباء او عمله في قطاع الطرق. بسال نفسي سؤال، هو رئيس بقاله 5 سنين وده العمل اللي انا شايفه كمواطن على الارض، أي طب احنا ما اشتغلناش كده من زمان ليه؟ لانه لم يكن، شوف، الناس على دين ملوكهم. يعني صحيح ممكن تتكلم على مؤسسات واشخاص واعلام وصحافه الى اخره، انما في النهايه بالذات في بلاد زي مصر، بلاد رئيس الدوله، يعني النظام السياسي في مصر مصمم على ان رئيس الدوله هو الترس الاكبر في المكنه. بقدر سرعته جرأته تتحرك المؤسسات الاخرى. هو ده غلط بالمناسبه بتهيألي، يعني لابد ان تتحرك الدوله دون ان حادث دلوقتي بالتوازي مع رئيس الدوله. يعني اللي حادث دلوقتي مين اللي قال موضوع الكنائس؟ رئيس الدوله. مين اللي قال صحيح الخطاب الديني بغض النظر الناس استجابت له ولا لا؟ رئيس الدوله. مين اللي قال تطوير البنيه الاساسيه؟ رئيس. ده الرؤيه، رؤيته لما يجب ان يحصل في مصر.